السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض مواقع الذكاء الصناعي قوية جدا وكلها مجاني أو بيديك بعض النقاط مجاني وبعد كده لازم تشتري وتدفع فلوس، لأن مواقع الذكاء الصناعي بتصرف كتير جدا لأنها بتحتاج سيرفرات قوية. فهنا مثلا الموقع ده ميزته اللي هو ليوناردو قوي جدا وبيديك نقاط، والنقاط دي بتتجدد كل شوية، فده ممكن تعتمد عليه ويعتبر بالنسبة لي يعتبر موقع فري، أو بديك بعض النقاط وبعد كده ممكن تشتري، لكن اللي هو بيدولك كل يوم ده كافي. تمام، في image generation، في live canva، في canva editor وهكذا، في motion هيظهر قريب. موضوع ان انت تكتب صورة وتحول لفيديو ده يبقى سهل جدا. طيب خلينا مثلا نقول له image generation. اللي هنشرحه دلوقتي هيتكرر في المواقع التانية فمش هنشرحه بعد كده، لكن احنا بنبتدي. ماشي، طيب زي ما انت شايف ممكن تكتب جملة فيبدأ يعمل لك صور بالجمال دوت. ماشي، طيب ايه اللي مطلوب مننا عشان يبدأ يعمل لنا الصور الجميلة دوت؟ بيقول لك اكتب برومت، انت عايز تعمل ايه؟ مثلا cats play with dogs. ماشي، لو اديته جمل كلمات حلوة يبدأ ان هو يطلع لك حاجة كويسة، لو اديته كلمات كتير قوي ممكن يحصل لخبطة، فلازم تقعد توزن شوية. هو بيديني يوميا 150 نقطة. الصورة دي هتكلفني 8، هما مش صورة، هما 4 صور. تمام، الفري بيديك 4، لو دفعت فلوس بيديك 8، فالاربعة كافي. هنا في اكتر من موديل تقدر تشتغل بيهم، كل واحد فيهم بيديك نتائج مختلفة كأنه موقع جديد خالص. ماشي، هنا هقول له ليوناردو ستايل او نان زي ما انت عايز. هنا حاجة اسمها لورا بتديك بعض الامكانيات الاضافية كأنك عملت فلتر او ماشي، هتشوف كده مثلا عايزه على شكل اطفال، عايز شكل كلر ابيض واسود ينفع ترسم فيه، فلو قلت له ده النتيجة تماما بتختلف. وتقول له عايز كيت دي بتضرب دي، لان ممكن استخدم كذا فلتر في نفس الوقت. ممكن تضيف نيجاتيف، يعني تقول له انا عايز كلمات معينة ما تظهرش خالص، يعني مش عايز مثلا يكون في صور سيئة مثلا. طيب ايمج جدس بتديله صورة، قول له حاول تخرج منها، يعني هديك صورة مثلا مصرية فانت حاول تجيب القطط والكلاب يكونوا من النوع دوت وهكذا. على فكرة القطط والكلاب المصرية يعني حاجة فخمة، مش حاجة في الشوارع وخلاص، لكن هي اللي بيفهم في الكلاب والقطط بيفهم ان دي حاجة سلالات قوية. ماشي، هيعمل لك ال4 صور في نفس الوقت اهو. ماشي، ضف الطفل ليه؟ عشان احنا قلنا له عايزين كيتس. ماشي، هي كيتس ده هيخلي صور كأنها كيتس. لو لغيتها وقلت له الجنريشن التاني هيبدأ يعمل لك الصور وهيطرح الرقم من هنا لحد ما يوصل لصفر، وبعد كده يقول لك استنى. ممكن تعمل كذا اكونت بحيث تخلص ده وتخش واحد تاني. دي بقى كده ايه، كلاب وقطط. فانت تخيل القوة اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي. طيب تعالى بقى نخش على موقع تاني، ده بيوريني بعض النماذج اللي اتعملت على الموقع. ممكن اقول له بقى انا عايز كرييت. وتيجي هنا تكتب بقى التكست اللي انت عايزه. عندنا هنا بورد موجودة، اكتب بقى البرومت اللي انت عايزه. ده برضه بيديني كل يوم نقط كتيرة ما بتخلصش يعني. ماشي، image to image ممكن تديله صورة وتقول له حاول تعمل زيها. وهنا السايز اللي انت عايزه، البرومت، الكواليتي، هنا تلتزم بالفاريبل قد ايه، عايز كام صورة، وتقول له كرييت فيبدأ يعمل لك الصورتين.
لاحظ ان انا قلت له كاتس اند دوكس، هو ده بعض الحاجات التانية ماشي. فلو انت عاجبك ممكن تاخدهم كوبي وتحطهم. طيب هنا ده الموديل اللي اسمه بلاي جراوند، ممكن تقول له انا عايز تيبل ديفيجن اكس ال. تخيل قعد معايا ثواني ومخصمني فلوس، لو انت جبت بقى احسن مصمم هياخد قد ايه وهياخد منه وقت قد ايه. فالموضوع خطير وعامل مشكله كبيره، عشان كده في ناس كتيره بتهاجم الذكاء الصناعي، او في بعض الناس بيقولوا لازم يبقى فيه قيود معينه على الذكاء الصناعي. يعني حاجه فخيمه. ادوب فاير فلاي ده موقع تبع ادوب، هذا فاير فلاي مش هيبقى تبع اوتوديسك يعني ماشي. فهي هنا كانوا بيختبروا الذكاء الاصطناعي. يعني ايه بيختبروا؟ يعني الميزه قبل ما ينزلوها في الفوتوشوب او ينزلوها في الاستريتور كانوا بيجربوها هنا، زي تكست تو ايمج اللي شفنا منها كذا حاجه. في جنريتيف فيل، جنريتيف فيل يعني راجل لابس قميص اعلم عليه واقول له لبسه مثلا جاكيت، يبدا بقى يغير بقى كذا حاجه ماشي. دي من ضمن المزايا اللي موجود دلوقتي في الفوتوشوب. في تكست افكت، تكست افكت عبارة عن ايه؟ خاصية جميلة جدا، انت لو عندك مثلا كلمة معينة بيقولك اكتب هنا الكلمة اللي انت عايزها. هقول مثلا عمر. طيب عايز تكتب اسم عمر ده من خلال ايه؟ من خلال مثلا فلاور. قول له جنريت. بص يعني لو انا عايز اعمل دي تاخد مني فعلا وقت كتير. هنا في ثواني عمل لي كذا حاجة مش واحدة بس. اقول له مثلا عايز على شكل بالون، عايز على شكل بريد، يبدأ ان هو يعملها لك بالشكل اللي انت عايزه. جميلة. دلوقتي شوف موقع اسمه كليب دروب، بيعمل شوية مزايا حلوة قوي. يعني ممكن تعمل اب سكيل الصورة تكون مش واضحة تكبرها، وفي نفس الوقت محدش يكتشف ان في مشاكل في الصورة. في ان انت مثلا تقدر ان انت تحذف جزء من الصورة مثلا، او تحذف الخلفية. في تولز كتيرة قوي، منها مثلا ستيبل ديفيجن اكس ال، ده ان انت تقدر تعمل من تكس تعمل صور. في انكروب، انكروب ده جميلة قوي، انت عندك صورة ومش عارف ايه اللي ممكن يبقى حواليها، فيجيب لك اللي ممكن يكون حواليها، هو مش هيروح للحقيقة، هو يحاول يتخيل. تمام. في ميزة برضو اسمها ري ايماجينج اكس ال. ري ايماجينج بتعمل ايه؟ بتديله صورة مثلا غرفة وهو يبدأ ان هو يعدل لك الديكور اللي موجود جواها. طيب هنا بتديله رسمة معملها انت كده سكتش بايديك، ويبدأ ان هو يحولها لصورة طبيعية، حاجة خيالية. تعالى نشوفها لما مش حاجه سيئه قبل كده. ريموف باك جراوند ري لايت، بتديله صوره وهو يعدل لك في الاناره باشكال سهله جدا. طيب هنا ريبليس باك جراوند، يحذف لك الخلفيه. هنا تكست ريموفر، يشيل لك التكست وتبدا انت تكتب التكست اللي انت عايزه. طيب ده في الريال تايم، كل ما بتعدل اي كلمه بيبدا ان هو يعدل لك الصوره. سكاي ريبليس بيبدل لك الخلفية بتاعت السكاي. هنا سويب يعني بيكون في صورة شخص وانت تديله صورة شخص تاني. من ضمن برضو التولز ان انت تصور اي حاجة في الطبيعة في البيوت اللي حواليك، ياخد هو الصورة دي ويبدأ يرفع حركة على حسابك هنا، بحيث ان انت تلاقي الجزء ده بقى معاك، تقدر ان انت تاخده كوبي بيست في اي حتة. طيب تعالى نشوف الخاصية دي. انا اقول له انا عايز ارسم مثلا زها حديد بيلدينج، وتيجي بقى ايه ترسم اي حاجه انت عايزها. تمام. وتختار بقى من هنا الستايل اللي انت عايزه وتقول له جنريت، يبدا هو يبدا يشتغل. تمام. بيقول لي في بعض الحاجات بتبقى محتاجة تكون في مزايا ماشي. هنا بقى
الشكل ده، بقى الفوتو بالشكل دوت، بقى 3D بالشكل دوت، وهنا بقى بيكسل ارت بالشكل دوت. طيب تعال بقى نشوف الموقع ده بلو ويلو. طيب ده عشان تجربه ممكن نقول له ايه هنا ليون، ماشي، يقول له جنريت ارت وورك. طيب بيقول لي ادخل بحساب بتاعك زي ما شفنا بكده. ده هنا الموديل تقدر تغيره ويغير لك الشغل تماما. هنا تقدر تختار عايز كام صورة، قلنا له 4. الكواليتي زي ما انت عايز، الايمج دايمنشن اللي بتاع الصورة، يبدأ ان هو يطلع لك صور بالشكل دوت. تمام. طيب هنكمل ان شاء الله بس في فيديو تاني اهم مواقع الذكاء الاصطناعي.